حنا الحاجه اللي هي تيتبع الانسان وتيبقى عليها الغوات وتيبقى عليها هذه، حنا الكارديانات حنا كنا رحنا غير في المشاكل وفي تماره، الاغلب ديال الكارديانات راه عندهم غير المسؤوليه، كل ما كانش عندهم المسؤوليه والله لا خدم شي واحد كارديان. شوف التماره ديال الكارديان، شوف النتيجه ديال الكارديان، شوف النتيجه ديال الكارديان. الكارديان مسكره غير مهلوك، وكارديان راه غير واخد الدق، اما دول اللي هما خاصهم يصايبونا حنا وريقات ديالنا ويدخلونا نخدموا حنا في شي عمل ونهزوا غير ولادنا، ما عندنا ما دايرين في الدنيا هذه بنتي. احنا دابا جي دابا مشي تشوف على من خدامين، الا يديروا شي حاجه مرحبا بهم، ولكن ما يحرقوش هذه الامه ديال عباد الله. يجي يقول لك راه الراس فلان الفلاني داير الفلان بداو تغطاو بعضياتهم، غارديان 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 داير. اجي انت عند شي ناس نخدموا معاهم هنايا يمرضوك يحمقوك، تيهود لك الشاجه بجوج سنتيم تيعطيك جوج دراهم، اما غارديان راه شحال من مره لقى هنايا الفلوس ولقى الذهب ديال مواليه والطوموبيلات محلولين ورانا داير لهم السيرفيس وزايده فينا التصرفيقه وشبعانين ولله الحمد من عند. لا خصنا نرجعوا للواقع، الواقع ديال هاد الناس اللي تيظنوا بينا حنايا، حنا راه ماشي كنا خايبين، حنا راه ماشي عندنا كل شيء خايب، راه أي قطعة تلقى فيه المليح والقبيح، واش حنا واحد مليح ونقاد مع واحد قبيح؟ على اللهم هذا من كرة الكارديانات اللي هما تيحشموا بينا وباغيين يخرجوا على المستقبل ديالنا حنايا فوق شي 700 وهما كاينين شي 100 ولا 150 وبغاو يخرجوا علينا، حسبي الله ونعم الوكيل. اختي كيبان لي فهمتي كتجي انت بالطوموبيل ديالك كتبلاصا دوزيام بوزيسيون، بعض المرات كتدخل تقدش حاجة كيخرج شي وقاف عليك جوج دراهم ربع دراهم، فهمتي كيف بدا يقول لك الثمن من عنده، ولا كاع كتستاسيوني بحال ما كتجي تيقول لك خويا 10 دراهم، كتقول لي علاش؟ تيبدا يوريك الباج يبدا لك انا شاري الارض شاري كاري، فهمتي؟ انا كيبان لي من الاحسن نقول لك انا بلاش مزيان، انت اصلا غتجي غتستاسيوني راه مسوري الطوموبيل ديالك كاش لاي قيصه، وموطور كتقوس كتبلاسي كتلوكي، ولا جيتي كاع ما لقيتش موطور ما تلقاش حتى كاردين، راه ما يمكنش تشفر لك موطور وغيبقى واقف حدا كاردين، يعني راه كيبقى تيبقى داير سبه بحال ما كيمشي ياخذ فلوس وصافي، وبعض المرات كاع ما تيكونش عندك الصرف ما كيتلقاكش، كتكون انت مع المدام ديالك ولا مع الاولاد راه ما غيتلقاكش، غتولي شويه في مشاكل على قبل جدران. انا كيبان لي من الاحسن انيلي وتبقى جيت بلاصي عادي، داكشي ديال الاوروب سيستم اوروبيان جيت بلاصي كاين لا غارديان لا والو، ما كاينش اللي غيقيس لك طوموبيل. راه هاد اللعيبه كاينه قالوا باللي غادي يولي ستاسيون مجاني غادي يحيدوا لهم الرخصه، كيبان لك انا متفق معاهم خاصهم يحيدوا لهم الرخصه، واش بلاصي جيت بلاصي تقضي غرضك وتمشي في حالاتك وما كاينش اللي غيعاد لك طوموبيل، كنتي غاتش بلاصيها راه ديجا غاش بلاصي في باركينغ باش تباش في امان، اما في النهار راه غاش بلاصي ما كاينش اللي غيأدي لك، يعني ما كاين لاش هاد الرخصه هادي كيبان لي. اختي راه هاد الحرفه هادي منا عايشين ولا راه اللي عطانا تنقولوا ليه الله يخلف، وراه الناس هادو تيتعاونوا معانا راه ما عندناش البديل، اللي عطونا شي حاجه بديل مرحبا على الراس والعين، وحنا راه ما عندناش مشكل مع مولين الطوموبيلات. هما لي طوموبيلات مساكر راهم مع من عايشين، هما تيتعاونوا معانا تنقابلوا لهم طوموبيلاتهم، انت الشركة ديال البياج يخلصوا البياج وما كاين لا عساس لا والو، وحنا فين نمشيو اختي؟ الله ياخذ فيهم الحق، هادشي اللي كنقول لهم الله ياخذ فيهم الحق، حيت علاش؟ حنا اش غنديروا؟ نمشيو نبيعوا الحشيش ندو ديال عباد الله اش غنديروا؟ راه كتشوف فيها انت الشمس. دابا مدة 10 سنين وحنا خدامين، عندنا جوج الوليدات، شنو غنديروا؟ راه الناس هما الباركين هذا راه معروف قبلت حياة إيرجنسي، راه ما عمر شي واحد شكا بينا وكيعرفنا المخزن كيعرفنا كل شيء، شنو غنديروا؟ ما عندنا ما نديروا، أنت كتشوف كنترزقوا الله، كندي واحد 80 درهم ولا 70 درهم، ومولاة بلاصتها يدي واحد البركة، شنو غنديروا؟ ما كاينش البادي، بغاو يشردونا، الله ياخذ فيهم الحق، فين غنمشيو؟ غنمشي ندير سيكارات الكارو، غنبيع الحشيش ما ديك الشيء بعنا دار بالحبس ماشي ما دارت، ولكن راه عدى علي الله اختي هذا الشيء هذا، كنقول لنا كل حلال، هذه مدة دابا شي 10 سنين وأنا خدام وعايش بخير مع الزواج، اللي كيعطيك 60 اللي كيعطيك 100 اللي كيعطيك 40 معاهم عايشين، وكاين هاد الناس ديال عند هاد الناس ديال عند دياب اللي كيفرضوا على واحد 20 درهم وبزاف على هاد الثمن هذا، وبمراكش وأكادير 1000 ريال البلاصة راه بزاف، حنا هما هاد مولين الحوانت ولا هاد الناس هادو راه معاهم عايشين، كيجي مول الحوانت كيحط طوموبيلتو تقريبا النهار كامل من 9 الصباح حتى ال 10 الليل كيعطيك 10 درهم، اش غدير معاه؟ معاهم عايشين، هما كاع حتى لا حيدونا، غيجيب لنا يحط طوموبيلتو هنايا، يحط طوموبيله ديالو، يجي شي واحد يهرسوا شي باربريز ولا يشفروا شي لعبه، كتولي عاد ديك الساعات الكارثه اللي صعيبه بزاف، ما عندنا ما نديرو اختي، انت كتشوف الله ياخذ الحق. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma